mais d'être une plus respectueuse de l'environnement, notamment par les... هذا المعنى من هذا اللقاء هو بعث هذا الروح التضامني والتشاركي بين البلدان تحت إشراف هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، لأن المجهودات المبذولة من طرف هذه الأية التي مقرها في الجزائر والتي تأسست منذ أكثر من 20 سنة في الجزائر، هذه تشرف على عدة بلدان، واليوم هو العمل تاعها عمل التواصل في إيجاد حلول لهذا الجراد، التصدي له، الاستكشاف، وضع تقنيات وحديثة وكذلك وسائل حديثة للتصدي له في المناطق اللي تكاثر فيها. توقعاتنا من هذا الاجتماع هو أنه يخرج ببعض التوصيات في مجال التحديات الكبيرة اللي تعترضنا، هناك تغيرات مناخية كبيرة، هاي السنة مثلا مناطق التوارد في الساحل بما فيها موريتانيا جاتها أمطار من 70 سنة ما وصلت عندها، فهذا هذا تغيير في المناطق التوارد ممكن عنده يجر أنه بعض التغيرات لازم نناقش هذا الموضوع من ناحية التحديات. هناك أيضا إدخال التقنيات الحديثة درون أدخلناها في مجال الاستكشاف ونريد إدخالها في مجال المعالجة، هناك أيضا رقمنة الشغل اللي نقوم به، هناك في أيضا جهد كبير نقوم به مع شركنا في التنمية، وطبعا كأي اجتماع مؤسسي سنناقش حصيلة السنوات الماضية وسنقوم بخطة عمل للسنتين القادمة.